بدات المحاكم الامريكيه بمحاكمه المتهمين بتجسس لصالح النظام الايراني وهما احمد رضا ومجيد قرباني. ووفقا لشبكه صوت امريكا فقد جاء في بيان وزاره العدل الامريكيه وفي تفاصيل اولى جلسات محاكمه احد المتهمين عرض وثائق تثبت قيام المتهمين معا بمراقبه اماكن دينيه ومحاولتهما اختراق صفوف مجموعات المعارضه الايرانيه وعلى راسها منظمه مجاهدي خلق الايرانيه المعارضه. ونقل صور ومعلومات عن المنظمة إلى النظام الإيراني ويقول ناشطون إن هذه الاعتقالات توحي بمرحلة جديدة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي من أجل ملاحقة عملاء إيران المرتبطين بأجهزة أمن واستخبارات النظام الإيراني